والكاتب والمفكر، نستمع إلى مقرر عام المؤتمر وعميد كلية التجارة جامعة الإسكندرية، نستمع إلى سعادة الأستاذ الدكتور السيد عبد اللطيف الصيفي. أن يكون التركيز الأساسي على الجوهر والمضامين قبل أن تكون الأسماء وحدها. وعندما نتحدث لو أردنا ذلك، ما الذي نريده من جامعاتنا الإسلامية وما الذي نريده من أن نقدمه كنموذج للعالم؟ نحن مع الفكرة، وأرقة الجامعات الإسلامية أدت طورا هائلا. ممكن حتى لقد جرب العالم في شرقه وغربه وفي شماله وجنوبه نظريات اقتصادية من وضع البشر، فكانت النتائج كما نرى، ولكن لم يجرب العالم. أستاذ الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية ورئيس المؤتمر، أستاذ الدكتور جعفر عبد السلام الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية ورئيس المؤتمر، معالي المفتي عبد الفتاح البزمة مفتي الشام، السادة رؤساء وممثلو الجامعات الإسلامية من قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا، السادة رؤساء الجامعات ونواب رؤساء الجامعات المصرية، السادة عمداء ووكلاء الكليات، السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لجامعة الإسكندرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.